تعمل الحكومة المصرية حالياً على إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية لحل القضايا والمشاكل الأسرية، ليكون قانون موحد للأسرة المصرية، وقد تم الإعلان عن بعض من الملامح المتعلقة بشروط عقد الزواج الجديد. وتضمنت الشروط المطروحة لعقد الزواج بالقانون الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً. ومن المقرر أن تمول الحكومة الصندوق، ولكن على المقبلين على الزواج المساهمة بدعمه بمبالغ رمزية. النهاردة هيتعمل صندوق، حضرتك جاي تتجوز؟ حط بقى في الصندوق ده مبلغ مش كبير قوي، كل الناس تقدر عليه، مش اللي يقدر على الجواز يقدر يدفع المبلغ ده. وأنا كدولة اتفقت مع دكتور مصطفى، لو مليار هنحط مليار، مليارين هنحط مليارين. ليه؟ عشان لما نختلف، لأن القانون اللي موجود ده مقفول. يعني ايه مقفول؟ احنا قفلناه بحيث انك انت ما فيش مسار، احنا هنتكفل بالاجراء اللي يقدر يامن ولادنا في كل شيء. ومن ضمن مشروع القانون ايضا هو اجراء فحوصات طبيه شامله يطلع عليها لجنه طبيه وقاضي قبل اعطاء الموافقه بالزواج. فجدير بالذكر ان اجراءات التحاليل والفحوصات الطبيه ليست بجديد، فهو مدرج في قانون الاحوال الشخصيه القديم. فمشروع القانون يعمل على وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة واستحداث إجراءات للحد من الطلاق، بالإضافة إلى دعم الأسرة المصرية وحل مشكلات الزواج منذ البداية ووضع حلول جوهرية لمسائل عالقة مثل ترتيب حضانة الطفل. لذا سيتم العمل على إنشاء قانون هام للأسرة المصرية. من مصر، ياسمين جبريل.